صباح الخير، ازيكم؟ ابتداء من الاسبوع ده قررت ان انا ارجع تاني للفيديوهات اليومية، كل يوم بداية جديدة. الفترة اللي فاتت انا كنت مشغولة، كنت بعمل خطة عمل شاملة للمرحلة الجديدة اللي انا داخلة فيها، واكيد طبعا عرفتوا عني ان انا بحب جدا جدا التخطيط، ويمكن سبحان الله طول حياتي كنت بشتغل في المجال ده. وكمان عملت خطة عمل للكتاب الجديد أنا شغالة فيه. أول حاجة طبعا حددت الموضوعات اللي عايزة أتكلم فيها، وحددت الريسورسز اللي عايزة أستفيد منها، وعملت لنفسي كوتا يومية لازم كل يوم أقعد وأكتبها والكلام ده كله. فكان لازم أقعد أضبط شوية بقى إيه في حياتي لما بدخل على مرحلة جديدة، لازم اعمل السيت اب دوا. بس قلت لازم كل يوم اصبح عليكم واكلمكم في المواضيع اللي هتيجي في دماغي، وكمان اقرا لكم حته من الكتاب اللي انا نشرته اللي هو طفوله بلا ذوابح. النهارده ايه المواضيع اللي في دماغي؟ مواضيع كتيره جدا جدا جدا، ولكن اللي بيرن في دماغي النهارده، يمكن عشان كلمت خالي وتكلمنا على دور الأيتام والرعاية والحاجات دي، والحمد لله خلاني الاثنين بيتبرعوا بوقتهم، يعني مع عمل الخير ممكن يكون بالفلوس وممكن كمان يكون بالوقت، وممكن كمان احنا ندل الناس على الأعمال دي، فده برضو يبقى عمل خير. بيتبرعوا بوقتهم في دار أيتام للولاد للصبيان الذكور، وبيروحوا يساعدوا الولاد ويعملوا معاهم بعض الأنشطة. وفي وسط الكلام اتكلمنا على ولادنا، وطبعا ولاده اللي تربوا في أسرة عادية فيها أب وأم ومتربيين في بيت، وازاي ده مختلف عن اللي تربى في ظروف أخرى غير كده، وتأثير التربية دي على نفسية الطفل، وازاي يعني بيطلع بقى للدنيا نفسيته شكلها ايه والكلام ده، واحنا نشوف ان هو غضبان وانه حانق وانه بيبوظ وانه بيخرب وانه مستهتر وانه عنده لا مبالاة والكلام ده، ولكن الحاجات دي ليها اصول وجذور متأصلة فيه من فترة الطفولة. ودي دعوة مني ليكم، اللي عنده قدرة انه يتطوع لعمل ما، يمكن كلمة العمل التطوعي في بلدنا مش معروفة قوي. انا هنا هو مفيش حد اجنبي بتكلم معاه الا اذا كان بيتطوع مع جهة ما، ممكن تكون الكنيسة اللي بيروح يحضر فيها، ممكن يكون مجلس العمارة اللي هو ساكن فيه، ممكن يكون الكوميونيتي سنتر اللي هو مركز المجتمع. في كل حي بيبقوا عاملين عارفين كده زي مركز الشباب مراكز الشباب في مصر، لكن المراكز دي بتبقى اسمها مركز مجتمع كوميونيتي سنتر. بيبقى فيه دروس، بيبقى فيه لقاءات، بيبقى فيه تدريب، بيبقى في حاجات للأطفال، في حاجات للكبار، في حاجات للعواجيز. فبلاقيهم بيتبرعوا بوقتهم في أي جهة من الجهات، مثلا أستاذ الجامعة تلاقيه بيتبرع بوقته يروح جهة خيرية بتطبخ أكل للناس اللي هي يعيني في الشارع اللي ما عندهاش مأوى. طب ما تدفع فلوسه بس، لا بيدفع فلوسه وبيروح كمان يقف في الحر ويطبخ ويعمل والكلام ده يوم في الأسبوع. فثقافة العمل التطوعي في بلدنا مش موجودة، ولو ان دي ممكن تكون حاجة كويسة قوي قوي قوي. ستات البيوت اللي قاعدة في البيت مش زهقانة قرفانة، بدل ما تروح تضيع وقتها هنا ولا تضيع وقتها في النميمة ولا الكلام ده، ولو اتبرعت بساعة واحدة بس، ساعة واحدة بس من وقتها انها تروح تدرس تعلم حد انه يقرأ ويكتب. والجمعيات الخيرية في بلادنا كتير قوي ومسجلة بالالاف، فلو رحنا اتطوعنا بوقتنا شوية في الأماكن دي، أعتقد أن دي هتبقى حاجة كويسة قوي قوي قوي.
خلوني اخد بق من الشاي بتاعي، ليمون وبرتقال وحاجات عشان الدنيا بردت. ما بحبهمش. فثقافة العمل التطوعي هي دي اللي أنا عايزة أقولها، بغض النظر بقى عن إنها كلاشيهية وكلام جرايد وكلام إنشا والكلام ده كله، وفي منها ممكن يتم بشكل غير رسمي شوية. يعني مثلا لو في عمارة مثلا وفي حد من الجارات، واحدة من الجارات بتعرف حاجة معينة، ممكن تقترح على الجارات ان هي تعلمهم الشيء دو، او تعلم الولاد الشيء دو، او يتجمعوا بأي شكل. المهم ان احنا عندنا مهارات وعندنا علم وعندنا وقت، فلما نتطوع بهذا الوقت والجهد والعلم ان احنا نفيد الناس اللي حوالينا، اعتقد ان ده هيبقى حاجة جميلة قوي قوي قوي. من زمان يعني كنت دخلت في الموضوع ده، ان احنا كنا بنجمع مثلا فلوس وتبرعات للي هي لمركز الأورام، وكنا بنروح نقابل الدكاترة ونسألهم على إيه الحاجات بالضبط اللي هم محتاجينها، وكنا ننزل القصر العيني أو ننزل قدام مستشفى الدمرداش ونشتري لهم المستلزمات والحاجات دي ونجيبها لهم. ده كان يعني كنا لسه طلبة، ما فيش معانا فلوس كتير. كنا بنجمع تبرعات من بابا وماما وخاله وعمه وكده، لكن كنا كمان بنتطوع بوقتنا كمان ان احنا ننزل ونروح ونشتري الحاجات دي ونجيبها لهم. فاعتقد ان ده كان برضو حاجة كويسة قوي. لما سافرت برضو وعشت في دولة عربية، دورت برضو على الجمعيات الخيرية واشتغلت معاهم. شغلي معاهم بقى ما كانش ان انا يعني بدرس او بنزل اشتري حاجات او بطبخ او بعمل الكلام ده، وشغلي معاهم كان ان احنا بعمل معاهم خطة عمل، بظبط معاهم الاي تي سيستم بتاعهم، الحاجات دي. برضو لما جيت في الغرب نزلت برضو وتطوعت جامد قوي، وكنت عضو في مجالس إدارات أماكن كتيرة، وكنا بنتكلم على إزاي يعني حندير مثلا الموارد بتاعت هذا المكان، إزاي الخدمات اللي حنقدمها. كل الحاجات دي كنت بحس إنها بتدي لحياتي معنى، التزام، إني بعمل حاجة مش لازم اني هاخد عليها مقابل مادي، المقابل المعنوي كان اكتر بكتير قوي، وكنت حاسه بقيمه كبيره قوي في حياتي. ناس كتير قوي طلعوا على المعاش والحمد لله صحتهم كويسه وجميله وزهقانين ومش عارفين يعملوا ايه. في سيدات مثلا اولادهم كبروا وتخرجوا، واللي اتجوزت واشتغلت، واللي اتجوز وراح سافر في حته تانية والكلام ده، ويبقى عندهم وقت طويل وزهقانين ومش عارفين يعملوا ايه. فلو فكرنا بجد هنلاقي ان في طرق كتيرة قوي ان احنا نستغل وقتنا صح، بدل ما نقعد نتفرج على مسلسلات، مسلسل يجر مسلسل، مسلسل يجر مسلسل، والوقت بيضيع بدون فايدة، بدون ما عملنا أي حاجة. ولكن هي مثلا سيدة طلعت على المعاش، هي موظفة وطول حياتها بتشتغل ومتعلمة والكلام ده كله، ممكن تساعد أولاد دور الأيتام في إن هم يذاكروا. الدور دي مكتظة بالولاد والبنات، يعني الدار اللي أنا كنت بكلم خالو عنها فيها أكتر من 200 طفل في مراحل عمرية مختلفة، ما بيلاقوش حد يذاكر معاهم على فكرة، هو بس يدوبك بيحضروا الدروس بتاعتهم لكن مفيش حد بيقعد يذاكر معاهم. فعلا بجد لو فكرتوا ان انتوا تروحوا للدور دي وكل واحد يتبرع بساعة واحدة في الأسبوع من وقته انه يقعد مع طفل من الأطفال دول يعلمه ويقعد معاه زي ما كان بيقعد مع ابنه الصغير لما كان ولاده صغيرين، فكروا في الموضوع ده، لأن هي دي الفكرة اللي بترن في دماغي. والنهاردة هقرأ لكم حتة من الكتاب بتاعي طفولة بلا زوابع،
تاني في رقم واتساب، رقم الناشر ممكن تتصلوا بيه وهيوصل لكم الكتاب لغاية عندكم. الناس اللي هي خارج مصر ممكن يشتروه من على امازون، هحط برضو اللينك في الديسكريبشن بوكس انه ممكن تشتروه من على امازون وتقروه كاي بوك. انتوا عارفين انا بفر الكتاب كده واللي يطلع في ايدي، فاللي طلع في ايدي بدون حتى ما اختار حتى عنوانها انت الرجل او انت الرجل الاول في حياته، انت اول راجل في حياته. ابني عنيد بيتحداني في كل كبيرة وصغيرة وحاطط راسه براسي. هذا هو تفسير احد زملائي لسوء علاقته بابنه المراهق. شعرت من كلام زميلي ان ابنه يتملكه الغضب وانه يجد صعوبة في التعبير عن غضبه هذا بطريقة صحية، والأب في الجانب الآخر يجد صعوبة في التعامل مع هذا الأمر. للأسف الكثير من الآباء الذين تحدثت إليهم من أقاربي أو زملائي أو متابعي على السوشيال ميديا يرون أن دورهم هو السيطرة على الابن، ويرون أنهم هم الأقدر على تحديد أهداف الابن واتجاهه في الحياة. وعندما يقود الابن حياة مخالفة لما يراه الأب الحياة المثلى، تنشأ المشاحنات بينهما، ويدخل المراهق في نوبات غضب لا يدري كيف يسيطر عليها، مدفوعا بإحساس زائف بالقوة لمجرد خشونة صوته وطوله الذي زاد عدة سنتيمترات. وتكون هذه المشاحنات بين ذكر وذكر وليس بين ابن وأبيه، كل يصارع في سبيل فرض سيطرته وهيمنته على الآخر. وعندما يشعر الأب أنه فشل في تربية ابنه، عادة ما يهرب من المواجهة. للأسف لم يحدث سوء العلاقة الذي يشتكي منها الكثير من الآباء بين يوم وليلة، حيث أن تغيبك عن حياة ابنك في الأعوام الأولى لا يعطيك الحق في نظر الابن أن تأتي اليوم وتجبره على عمل شيء لا يريد أن يفعله. ولأنك أضعت الفرصة حين لم تتحدث مع ابنك عن المشاعر التي يمكن أن تعتريه وهو طفل، فكيف تأتي اليوم وتطلب منه ألا يرفع صوته وألا يركل الأشياء من حوله؟ ببساطة لأنك لم تسمع له بالأمس فلن يسمع لك اليوم. والمشاكل التي تواجهها مع ابنك المراهق هي نتيجة مباشرة لعدم وجود علاقة بينكما منذ صغره. وتأتي علاقتك وتأثير علاقتك بابنك يتعدى مجرد وجود المشاحنات بينكما، فالابن في احتياج لوجود أبيه في حياته. وقد أخبرني زميلي عن علاقته بأبيه الذي كان يمتلك محل أقمشة وتاجر ناجح، أن والده لم يكن في حياته سوى العمل وإيراد المحل، لذلك لم يكن متاحا في حياة أبنائه. ولأن الأب أراد مستقبلا مختلفا لابنه فلم يطلب منه أن يعمل معه في المحل، وشجعت الأم ابنها على الابتعاد أكثر وأكثر عن الأب. قال لي زميلي اتعلمت إزاي أبقى راجل من أصحابي اللي دفعوني لشرب السجاير والوقفة على النصية ومعاكسة البنات. في نفس الوقت كان يشعر بالقرب بين موظف في محل والده وبين ابنيه اللذان كان يعملان في محلات قريبة، فكان الثلاثة يرجعون اللي هو الموظف اللي عند الأب وولاده الاثنين، فكان الثلاثة يرجعون سويا للبيت بعد عناء يوم طويل. وهكذا تحول ما أسماه زميلي كرم والدي ورغبته في عدم مرمطتي في الشغل إلى حاجز عال بين الأب والابن. لا أخفيكم القول أنني من تقييمي لتعاملاتي مع هذا الزميل لاحظت هروبه الدائم من تحمل المسؤولية. إن حدث خطأ ما فهو دائما بسبب زميل آخر أو زميلة أخرى، وفي نفس الوقت دائما ما كان ينسب الفضل الأكبر لنجاح أي عمل لنفسه محقرا من دور الآخرين في فريق العمل. مراهق من عائلتي أسر لي بمكنونة قلبه تجاه أبيه، وكيف أن إهانات والده المستمرة
كانت سببا مباشرا في انعدام ثقته بنفسه. الأمر الذي يعيد هو نفسه عند تعامله مع أخيه الأصغر، حيث أنه يستخدم نفس الألفاظ والعبارات والإهانات التي يوجهها له الأب. لذا كنت مهمومة للغاية وأنا أستمع لهذا الشاب، وكيف أن أسلوب والده في تنشئته أشعره بعداء دائم بينهما، وكيف أن نفاذ صبر الأب في مواقف كثيرة قد أثقلت الابن بالهموم وغرست في قلبه خوفا دائما واحتقارا لذاته. للأسف عندما أقرأ أو أستمع لحكايات تعكس الجروح الغائرة ولهفة الأبناء الدائمة لحب آبائهم وتطلعهم لتقبل آبائهم لهم يملأني الغضب، وأتساءل لماذا لم يدرك كل أب دوره كأول رجل في حياة ابنه، كراعيا وهاديا ودليلا، واقتصر تفكيره على دوره كممول ومؤدب. وكيف يكبر الأبناء الذكور بمجموعة من العواطف المعلبة سواء إيجابية أو سلبية، ولا يدرون كيف يتصرفون حيالها، ومجموعة من الجروح القديمة التي لم تشفى. وإن أخذنا في الاعتبار هذه الظاهرة التي نراها الآن من عدم احترام الأجيال الجديدة للأجيال السابقة ورغبتهم في إنقاذ حياتهم من هذا الرجل العجوز، فإني أعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين طفولة هؤلاء الشباب المملوءة بالغضب والإحباط والافتقاد لآبائهم، سواء من سافر منهم للعمل في الخارج أو من تغيب بحجة مسؤوليات العمل والحياة. ويحاول هؤلاء الشباب علاج الضرر الذي نشأ في حياتهم بسبب الإهمال أو الإيذاء الجسدي أو اللفظي أو العاطفي، لكن بشخصيات غير مكتملة وفي غياب القدوة الحسنة التي يهتدون بها. إن أساس أي علاقة بين الأب وابنه في نظري هو الحوار، فدائما ما كنت أرى زوجي ووالد زوجي رحمة الله عليه يقضيان ساعات يتحاوران معا، وكنت أستشعر اهتمام حماية بكل كبيرة وصغيرة في حياة زوجي. وكان حماية يسأل زوجي عن عمله وعلاقته برؤسائه وآخر إنجازاته. وعندما كان يسافر زوجي لبلد ما، أرى حماية يسأله أسئلة كثيرة عن طبيعة البلد وأهلها وما أعجبه فيها. لم يكن انفتاح حماية وفضوله المحمود واهتمامه بزوجه وإخوانه وأخواته حديث الظهور في علاقتهما، فالحوارات الصريحة بين زوجي ووالده كانت قديمة. وأذكر مرة أن عاتب زوجي والده لضربه إياه وهو صغير، وكيف أن حماية لم ينكر حقيقة الأحداث التي أشار إليها زوجي، لكنه وضح لزوجي ملابسات أخرى لم يدركها زوجي في حينها. وهذه الصراحة بين زوجي وأبيه لم أجدها بين أبي وأخي اللذان نادرا ما أجريا حوارا صريحا، وسمح والدي لأخي بالتعبير عن مشاعره وكيف كانت علاقتهما علاقة سطحية، ولم يقتدي فيها أخي بأبي ونزاهته أو حبه للعمل أو تحمله للمسؤولية. وللأسف عاصرت أيضا والدي وهو يقوم بدور الأب لشاب كان يعمل لديه في مكتبه الهندسي، وكيف كان يتحدث إليه بالساعات ويعطيه خلاصة خبرته في الحياة. علاقتك بابنك تستلزم بذل جهد متضافر ورغبة واعية في خلق ذكريات وتجارب إيجابية تستطيع من خلالها غرس المبادئ والقيم التي تريد ابنك أن يشب عليها بعقله وقلبه. ده جزء من الكلام اللي أنا كتبته في الكتاب، الكتاب تاني أهو. كل بياناته هتكون مكتوبة تحت الفيديو، ياريت تقروه، الكتاب حلو قوي ومليان خبرات كتير قوي، مش مجرد خبرتي أنا بس، أنا عملت بحث كتير قوي عشان الكتاب ده، واتكلمت مع ناس كتير قوي قوي قوي، وعملت انترفيوهات كتير قوي عشان الكتاب ده.
الخلاصة هنا هو إن العلاقة المضطربة اللي بين الأب وابنه المراهق، لاحظت إنها دايما بتيجي من لما يكون الأب ما كانش متواجد في حياة ابنه وهو صغير، وده يسري على أي مراهق ولد أو بنت، ويسري على الأب والأم مع بعض. لو تعلمنا إن احنا نكلم ولادنا من وهم صغيرين يكبروا شوية شوية وهنفضل برضو نتكلم معاهم، لكن لو خلينا دورنا هامشي، الأب ممول مش موجود طول النهار، مشغول في شغله، قرفان، بيرجع يتنرفز ويزعق ويخبط، مش ممكن هيبقى في قناة الاتصال المفتوحة اللي بيننا وبين ولادنا، علشان في أي لحظة نقدر نتدخل وما ناخد لهمش قرار، لكن نحاول ان احنا نهديهم للقرار الصح. ارجو ان كلامي النهاردة يكون عجبكم. دلوقتي بقى ايه، اقول لكم سلام عشان اروح اشوف حالي، وان شاء الله ان شاء الله هحاول ان كل يوم افتح الفيديو واكلمكم ولو حتى 5 دقايق، ولو ان عمري ابدا ما بتكلم 5 دقايق. اشوفكم بكره ان شاء الله.